بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغنا الحديث الرابع في التعليق على الأربعين النووية، والحديث الرابع هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يقول فيه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الحديث الرابع من الأحاديث النبوية، وفيه بيان تطور خلق الإنسان في بطن أمه وكتابة أجله ورزقه وغير ذلك. فيقول عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. معنى الصادق يعني الصادق في قيله، ما يقوله هو الصدق، والمصدوق أي المصدق بما يوحى إليه. وإنما قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصادق المصدوق وهو يتحدث في هذا الحديث، لأن الأمر يتعلق بعلم الغيب، لأن الأمر يتعلق بعلم الغيب، ولذلك قال الصادق المصدوق، يعني هو لا يقول إلا صدقا ويصدق، لأنه إنما يتحدث من خلال الوحي. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى بيان تطور خلق الإنسان في بطن أمه، وأنه 4 أطوار: الأول طور النطفة 40 يوما، والثاني طور العلقة 40 يوما، والثالث طور المضغة 40 يوما، والرابع الطور الأخير بعد نفخ الروح فيه، فالجنين يتطور في بطن أمه إلى هذه الأطوار. وهذا من الإعجاز النبوي ومن الإعجاز القرآني، لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إمكانية يعني الاطلاع على مثل هذه الأمور. الطب لم يكن يعني يصل، لم يكن عندهم مجاهر، ولم يكونوا بعد يعني فتحوا الإنسان وتأملوا يعني كيف يتطور، لم يكن عندهم القدرة على ذلك. ولذلك حتى بعده في القرون الوسطى لم يكن يعني ما يقال عن تطور الإنسان في بطن أمه كانت خرافات، يعني لا تقوم على علم. هناك كتاب حقيقة أنصح الجميع بقراءته، وهو كتاب موريس بيكاي، كتب بالفرنسية طبعا، بيبل لو كوران لا سيونس، ومكتوب طبعا ترجم باللغة الإنجليزية وترجم بالعربية. بالعربية سموه الإنجيل، أو هو في الحقيقة الكتاب المقدس والقرآن والعلم. وذكر يعني مما ذكر يعني هو ذكر طبعا كيف أن القرآن يتطابق مع العلم مطابقة تامة. وحقيقة عقد فصلا في تطور الإنسان في بطن أمه، وتحدث عن النطفة وعن العلقة وعن المضغة، وكيف أن العلم الحديث وما وصل إليه العلم الحديث يعني يتطابق مع وصف القرآن تطابقا كاملا. وهذا لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله من تلقاء نفسه، وإنما هو بالوحي، وهذا من الإعجاز النبوي. من فوائد الحديث أن الجنين قبل 4 أشهر لا يحكم في بأنه إنسان حي، وبناء على ذلك لو سقط قبل تمام 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأنه لم يكن إنسانا بعد. وهذا هو الذي يرجحه ابن عثيمين، وهو مذهب الإمام أحمد، بأن الإنسان إذا ولد سقط الجنين قبل 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يسمى ولا يعق عنه، لكن إن حصل ذلك بعد نفخ الروح فيه فإنه إن مات بعد ذلك يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن كما يفعل بالحي، لأنه نفخ فيه الروح فأصبح إنسانا كاملا. من فوائد هذا الحديث
أنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويثبت له حكم الإنسان الحي، فلو سقط بعد ذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كما لو كان ذلك بعد تمام تسعة أشهر. ومن فوائد هذا الحديث أن للأرحام ملكا موكلا بها، لقوله فيبعث إليه الملك، أي الملك الموكل بالأرحام. هذه مهمته، أنه ينفخ فيه الروح. والروح من أمر الله تبارك وتعالى، يعني كيف أن الإنسان يكون ميتا ثم ينفخ فيه الروح فيصبح حيا يتحرك، ويعني له دقات قلب. وهذه من الأمور التي يعني اختص الله تعالى بها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الإنسان لا ينبغي أن يخوض في أمر الروح. يعني عرفها بعض أهل العلم أنها يعني نور تدب، نور تتمشي في الإنسان كما يمشي فيه الدم، فإذا أخذت أصبح ميتا لا حركة له، ويبرد جسمه ويتجمد، فيعني ذهبت منه الحياة. وهذا أمر يعني كما قلنا من الأسرار التي اختص الله تعالى بها، قل الروح من أمر ربي. من فوائد هذا الحديث أن أحوال الإنسان تكتب عليه وهو في بطن أمه، رزقه وعمله وأجله، شقي أو سعيد. ومنها بيان حكمة الله عز وجل، وأن كل شيء عنده بأجل مقدر وبكتاب لا يتقدم ولا يتأخر. هذا أمر أيضا يتعلق بالقدر، وقد سبق الحديث عنه، بأن الإنسان كلما هو من يعني كل ما يتعلق بشأنه من عمله برزقه وأجله مكتوب ومقضي أمره. لا يعني ذلك أن الإنسان مجبر على ما يفعل، لأن الإنسان كما قلنا محاسب وهو حر وله إرادة، لكن حريته إرادته تحت إرادة الله تبارك وتعالى، ومشيئته تحت مشيئة الله. فهذه الأمور التي كتبها الله هي كتابة علم وليست كتابة جبر، لم تجبر عليها. وأيضا لا يعني أن الإنسان يتركها ولا يقوم بالأسباب. الإنسان للرزق لابد أن يتحرك وأن يطلب رزقه بالحلال وأن يعمل ما يرضي الله تبارك وتعالى. وأجله محتوم للإنسان الله تعالى اختاره وهو مجبر عليه. وشقي أو سعيد أيضا الله تعالى يعلم ماذا ستفعل، لكنك مسؤول عن عملك والله تعالى لم يجبرك على ذلك. يأتي مزيد بيان عن هذا الأمر في الفائدة الأخرى، أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورهبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كيف نفهم هذا الحديث؟ أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة في حياته، في الأخير يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ما معنى هذا؟ بسم الله. أن الخواتم العمل بخواتم صحيح، لكن هل يعني ذلك أن الإنسان يعمل الصالحات في حياته كلها ثم في الأخير يعمل بعمل أهل النار بسبب ما كتب الله له؟ لا لا. لماذا لا؟ لأن الله تعالى عدل، والإنسان يعني لابد أن يعمل بعمله، يعني مسؤول عن عمله. هذا الأمر يبينه يعني رواية أخرى في الحديث، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذه تظهر الحديث، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. يعني فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكن له سرائر خبيثة، قد يكون منافقا وهو في الظاهر. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي عبد الله بن أبي بن سلول يقول قبل الخطبة الجمعة، يقول هذا رسول الله آمنوا به وانصروه وعزروه، وهو منافق. فإذا هو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فهنا في الأخير يسبق عليه الكتاب، لأن الله تعالى يعلم أنه سيموت بعمل أهل النار، ولا يعني أنه يعني يأتي ويجبر على ذلك. لا يمكن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة بإخلاص وصبر ومصابرة وفي الأخير يعني بسبب الكتاب يعمل بأهلنا، لا.
لكن ولذلك يعني كان السلف يعني يخافون، الإنسان لابد أن يكون فيه جانب خوف، لا يدري كيف يختم له، صح؟ والعبرة بالخواتيم، لكن الخواتيم يسبقها عمل، الإنسان يموت على ما كان عليه، فهمت؟ فإذا الإنسان لابد أن يعمل، لكن يخاف على نفسه، لأنه ما يدري ما في الكتاب، الله تعالى يعلم ما الذي سيحصل لك، لكن أنت لا تدري، فالإنسان يخاف على نفسه، ولذلك إنسان يجمع بين محبة الله تبارك وتعالى في عبادته، ويجمع بين الرجاء، يرجو رحمته، يرجو قبوله، ويخاف من عذابه، لا يدري كيف يختم له، ولا يدري هل يعني يزيغ قلبه، القلوب بين أصابع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، تأتي فتنة وتأخذك. فلذلك كان السلف يخافون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه، كان يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لا أحد يجزم بحاله. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي كان يلوم أخاه وكان صالحا، ويلوم أخاه الذي لم يكن صالحا، حتى قال له: لن يغفر الله لك، فغفر الله له وأدخل هذا الصالح إلى النار، قد حبط عمله لأنه تألى على الله، قال على الله ما لا يعلم. وكذلك إنسان، قد ترى إنسانا يعمل بعمل أهل النار من أفسد الخلق، فيتوب الله عليه في آخر حياته فيعمل بعمل الجنة ويدخلها. وكم رأينا من أحوال حقيقة، ورأيت في من يعني في قريب لي كان في المخدرات طول حياته، وكان يعني في الشوارع يعني يعيش بلا مأوى، لأن أباه قد أخرجه من البيت، وظل على هذا الحال ودخل السجن وخرج منها، ثم تاب الله عليه وأصبح من الصالحين، لا يخلو من المسجد، وبقي فترة وجيزة حتى أخذ الله الأمانة، أخذ روحه في يوم الجمعة بعد صلاة الفجر، بعد صلى في الجماعة، ومات يوم الجمعة، وصلي عليه بعد صلاة الجمعة مباشرة، وحياته كلها فساد ومخدرات. فالإنسان لا يعني لا يستعجل في الحكم على الإنسان. نحن شرعا نحكم على الناس بالظاهر، صحيح، ونوكل السرائر إلى الله. يعني تحكم على إنسان يعمل معصية، تقول نسأل الله تعالى أن يهديه وأن يغفر له وأن يتوب عليه، لا تدري ممكن يتوب الله عليه يصبح أحسن منك، لا تقول هذا لا يغفر الله له، أو أن هذا يعني هذا من أخبث الخلق، وأمثال هؤلاء في نار جهنم، يعني لا تدري على ماذا سيموت، فالإنسان لا يستعجل بهذا الأمر. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي دهرا طويلا، ثم يمن الله عليه بالهداية فيهتدي في آخر عمره كما قلنا. فإن قال قائل: ما الحكمة في أن الله يخذل هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؟ يقول الجواب: أن الحكمة في ذلك هو أن هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة إنما يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا فهو في الحقيقة ذو طوية خبيثة ونية فاسدة، فتغلب هذه النية الفاسدة حتى يختم له بسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. وعلى هذا فيكون المراد بقوله حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع قرب أجله قرب أجله، لا قربه من الجنة بعمله. فنسأل الله سبحانه الثبات وحسن الخاتمة والخوف من سوء الخاتمة. حقيقة هذا الحديث يعني فيه من الفوائد الكثيرة، منها أن الإنسان لو علم حقيقة خلقه كيف كان نطفة ثم علقة ثم مضغة، أنك لم تكن شيئا مذكورا، فلماذا التكبر على الخلق؟ وإذا كان الله تعالى كتب رزقك وأجلك، فلماذا الخوف على الرزق أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نفث روح القدس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. فالإنسان لا يخاف على رزقه، إنما يقوم بالأسباب، بالدراسة، بالتعلم، بالتدريب،
بالخروج والذهاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو أو تغدو خماصا وتروع، تغدو خماصا، تغدو خماصا وتروح تروح بطانة، يعني تخرج في الصباح وبطنها فارغ وترجع في المساء وبطنها مليء، لكنها خرجت لم تجلس في مكانها فقامت بالسبب. وهكذا الإنسان. وأيضا هذا باب، يعني الإنسان لماذا يحسد الآخرين على أرزاقهم أيضا؟ وهذا رزق من الله تبارك وتعالى. تسمع أحيانا بعض الناس يقول شوف فلان من أخبث الناس والله تعالى يرزقه وهو لا يستحق. من قال لك أنه لا يستحق؟ الله تعالى هو الذي كتب رزقه، ولا يعني أنه بسط له في رزقه أنه علامة حب من الله تبارك وتعالى له وأنه يقدره، لا، قد يرزق الله تعالى الفاجر. فلا يحسد الإنسان أي إنسان آخر. وكتب أجله، فلماذا الخوف من أحد أنه يعني تخاف من الموت؟ لماذا الخوف من الموت؟ يعني أن بعض الناس كانوا في أخطر الأماكن. خالد بن الوليد رضي الله عنه حياته كلها في الجهاد تحت السيوف ومات في سريره. والإنسان الذي يخاف ويبتعد من كل المخاطر تأتيه الأمراض ويموت، يعني وهو بعيد عن جميع المخاطر ويموت بمرض أي مرض. فلماذا الخوف؟ الإنسان لابد أن يكون مقداما شجاعا لا يخاف أن يعني أجله سيقترب لو كان في أماكن الخطورة. لا، الأجل يأتي ولو كنت في فراشك ولو فعلت جميع الأسباب لتبتعد عن الموت، فالموت يأتيك. إذن الإنسان يطمئن على رزقه وأجله. والإنسان أيضا كما قلنا يعني لا يحكم على أحد مهما ظهر فساده، لا تدري لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا فيتوب الله تعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ويوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى. هذا والله تعالى أعلم أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.